منقرأ كتير مقالات عن تحليل نفسية الأشخاص بحسب الطريقة اللي بيصافحوا فيها الآخرين. خلينا نشوف مع بعض طرق المصافحة وشو بتقول عن نفسية صاحبها. المصافحة المسيطرة والمتسلطة. بطريقة المصافحة هي الشخص الآخر بيفرض فيها سيطرته وبيظهر دوره القيادي. ممكن ينتج عنا بعض الأذى الجسدي، بس هي بتدل على شخصية قوية كتير. المصافحة المتحرشة. مصافحة لزجة وطويلة، البنات بيتعرضوا لها عادة بنسبة أكبر، بحيث الشخص المصافح بيعتبر هاي المصافحة فرصة ذهبية لملامسة أكبر قدر ممكن من جلد الشخص الآخر. المصافحة الجليدية بتتسم بالبرود وبتميز الشخص اللي بيعملها إنه بارد الطباع وقليل الابتسام، وهو غالباً من نوعية الناس اللي بيخجلوك قدام العالم لما تسلم عليهم من بعيد وما بيردوا عليك مع إنه عم يتطلعوا فيك. المصافحة الغير مباشرة. بيكون الشخص من النوع اللي كتير مهووس بالحفاظ على مساحته الشخصية وعنده قلق اجتماعي، وإذا حدا وجه له جملة فيها مجاملة بيتوتر وبيكب كاسة المي على حاله. مصافحة التكويل. هاي المصافحة بدها وقت كتير مقارنة بغيرها، لذلك بتدل على أنه صاحبه عنده كتير أوقات فراغ، وكمان هو شخص بيتسم بعدم الالتزام والمسؤولية، وتيابه الداخلية عليها رسمات ملونة. في نوعين الناس، ناس بتحب تاخد كل حاجة، عفواً ناس عندها الجرأة تفتح صندوق طلبات الرسائل على الفيسبوك، يعني الرسائل المبعوثة من ناس مانن أصدقائك، وناس بتفضل تتجنب عالم الغرائب الموجود بهذا الصندوق. إذا كنت من الناس التانيين خلينا نشوف مع بعض شو هي التحف واللقطات اللي عم تضيعها على حالك. فرص الثراء المفاجئة. إذا تجاهلت صندوق رسائل الغرباء ممكن تكون عم تروح على حالك فرصة ذهبية. لا تقدر تعرف شو هي الرسائل وما تروح على حالك هالفرصة، لازم تدور على الرسائل المكتوبة باللغة العربية المفشكلة، يعني إنه مبين مترجمين على جوجل، وهي غالباً وحدة ما تجوز المليونير من جديد وبدها مساعدتك مشان تتقاسم مع الثروة، بشرط واحد، إنه تبعت له معلومات بطاقة البنك تبعك. إيه مبينة حقيقية كتير. فرص الصداقة والعلاقات الإنسانية مع أشخاص متوازنين وأسوياء. هاي الرسائل تتعرض للمستخدمات بنسبة أكبر من المستخدمين الذكور. بعض المهتمين بالتعرف عليها بيعبروا عن حالهم بطرق مختلفة ومرحة. البعض بيحب يكسر الجليد بتنهيفات مباغتة، مثل أنه يبعت له شو طبختي لنا اليوم. البعض الثاني بيكسر الجليد فجأة وبيبعت له دغري صورته لأنه متأكد أنه الصورة رح تجيبها خشب. البعض الثالث بيعطيها مهلة كم دقيقة مشان إذا ما ردت ينزل عليها بالمسبات والبهادل. الإثارة وارتفاع الأدرينالين نتيجة التعرض للتهديدات. ليش لحتى تروح على حالك فرصة التعرض لتهديدات من ناس ما بتعرف مين هنن على أسباب ما بتعرف شو هي؟ إذا كنت ما بتحب تفتح صندوق الرسائل للناس الغرباء
فأنت عم تروح على حالك فرصة الاطلاع على نموذج إنساني فريد من خلال النماذج اللي بتبعت لك رسائل تهديد على أشياء أنت نسيان شو هي. ممكن بوست ما عجبهم، تعليق داشر على شي صفحة أخبار كتبته أنت من أسبوعين كمشارك بالحديث وانتهى بأنك تتهدد بالقتل. رسائل الناس اللي هربان منهم وما عم توافق على طلبات الصداقة تبعهم، مثل رفقات أهلك والأقارب اللي ما كتير بتحب يكونوا عندك على الفيسبوك وتصير شؤونك الشخصية مركز أحاديثهم، الولد اللي كان قاعد وراك بمقعدين بصف الأول وانت مانك شايف هذا السبب كافي ليأسس علاقة صداقة متينة بينك وبينه. رسائل دعايات للإعجاب بصفحات ما بدك تعجب فيها، هاي الرسائل بتنبهك في حال كان فايتك شوفة من صفحة خواطر البنفسج وكلمات مبعثرة على إجفان الزمن أو محلات الحج إدريس وشركاه لقطع غيار السيارات، وتروح بسرعة لتسجل إعجابك بهي الصفحات. الحفلات هي مكان كتير حيوي للتعرف على الناس، كيف بتضمن بخمس خطوات انك تترك احلى انطباع عند الناس اللي بتتعرف عليها بحفلة وتأسس لعلاقة كويسة في المستقبل القريب. أكيد الحديث عن أمراضك والأدوية اللي عم تاخدها هو أروع طريقة لتفتح حديث ممتع مع الآخرين. إذا كان في إمكانية تفرجيهم على أماكن الأمراض والمشاكل بعينهم بيكون أحسن بكتير. الناس كتير بتحب انتهاك خصوصيتها، لا تفوت أي فرصة لتنتهك خصوصية الآخرين، لأنه هيك بصير في تقارب بيناتكم وبيتأسس لعلاقة متينة. انتبه، أي سيدة بتشوفها بالحفل وبتحس في وزن زائد بمنطقة البطن عندها روح دغري وبارك له بالحمل، أبداً مو موقف محرج إذا كان هو مجرد وزن زايد، والسيدات كتير بيحبوا بينبسطوا من هذا الموقف لما الناس تفكرهم بفترة الحمل بسبب وزنهم الزائد. لغة الجسد كتير مهمة، حاول تخلي حركات جسدك بالتفاعل مع الآخرين توصل رسالة قديشك شخص حضوره لطيف ولذيذ. ألعاب الخفة والسحر خصوصاً إذا ما عندك موهبة فيها وممارستها علناً بتحولك لأضحوكة، هي طريقة ممتازة لكسر الجليد والناس كتير بتحبها بالعموم. Thank you.
كوننا عايشين بعصر بيشجع كتير على مظاهر القلق والتوتر والضغط الاجتماعي، دائما بيكون عنا خيالات مغايرة عن الواقع على المرات الأولى اللي رح نتعرف فيها على ناس جداد وبمناسبات مختلفة، وبيكون عنا كوابيس وأفكار سوداوية عن هي اللحظات. أول يوم بالشغل الجديد، خيالك بيصور لك هذا اليوم على أنه كابوس، ذئاب بشرية عم تتربص فيك، عم تتطلع فيك بحقد وعدوانية، أكيد رح يحكوا عليك بظهرك، وهدول البنات ليش عم بيبتسموا؟ عم يتمسخروا عليك أكيد، لبسك مضحك بالنسبة إلهم، ورح تكون أنت موضوع بريك الغدا اليوم بالشركة. بالواقع في احتمال كبير ما حدا ينتبه عليك أصلاً، والموظفين يكونوا ملتهيين بالشغل المتراكم وبمشاكلهم الشخصية. عامة ولا كأنه في حدا جديد فات على الشركة، شو هالزمن هاد؟ إذا هيك بلشنا كيف رح نختم؟ أول مرة بتتعرف على حماتك المستقبلية، هاي لحظة كتير خطيرة، كيف ممكن تكون هالإنسانة؟ كيف ممكن يكون اللقاء الأول؟ خيالك رح يكون كتير مبتكر لتأليف سيناريو لهذا الموقف. بالواقع رح تكون قدام وحدة مثل أي حدا تاني بتعرف، وفي احتمال تكون لطيفة كتير ومرحبة وأحن عليك من أمك. أول مرة بشوف بنت حاكي معها بس تليفونات، كمان هاد من المواقف العصيبة، لأنه كتير من الأحيان بيكون تصورنا عن الشخص مختلف تماماً عن الواقع، وممكن نتفاجأ بالكائن الموجود قدامنا. كمان خيالك بيروح يصور لك هاي اللحظة بأسوأ طريقة ممكنة. بالواقع ممكن جدا تمر الأمور بشكل عادي وتلاقي حالك قدام شخص طبيعي ومتوازن ورائع. قال حصان قال ليك مثل القمر. أول مرة بتتعرف على أهلك اللي فرقتك عنهم الظروف وأنت طفل، وضعت عنهم ودورت عليهم لحتى لقيتهم بعد كل هالسنين. بالخيال تتوقع تكون الأجواء خيالية، لهفة واشتياق وأجواء أفلام. هاي الجموع الغفيرة اللي بخيالك كل ما رح تفيدك، لأنه بالواقع ما رح تلاقي ولا حدا منهم، ما حدا طايقك. المرة الأولى اللي بتتعرف فيها على أكلة البسكوت مع الراحة، ممكن خيالك يصور لك إنه هي شي عادي، هاد طبعاً كتير بعيد عن الحقيقة اللي هي إنه رح تكون أحد أهم لحظات حياتك.
اي والله مو كيمياء، بسكوت وراحة. لحظة تعريف الأصدقاء على نصفك الآخر هي لحظة حاسمة وحساسة. مرحبا. وهي دائما بتكون بداية لدورة طبيعية بتتألف من 5 مراحل. شو الأخبار؟ كيفكم؟ بعرفك سميرة، أحمد. المرحلة الأولى، الحذر والمراقبة. بأول فترة التعارف بيكونوا رفقاتك عم يراقبوا الشخص الآخر الجديد بحياتك. هل هو مناسب للشلة؟ هل هو أو هي مناسبين إلك؟ ولا ممكن يأذوك وبالتالي إنك تكتئب وتبلي الشلة بأحزانك فيما بعد؟ المرحلة الثانية، التأفف. بهاي المرحلة بيكونوا حاسين إنه صار في شخص جديد مفروض عليهم بكل المناسبات اللي بيجتمعوا فيها وعم ياخد من وقتك معه. المرحلة الثالثة، تقبل الأمر الواقع. هاي المرحلة ببلشوا رفقاتك يتقبلوا وجود هذا الشخص وبيتآلفوا معه وبيصير حضوره أمر عادي بالمناسبات تبع الشلة. مو هاد اللي كنت عم تسعاله؟ مو هاد اللي بدك يا؟ إلا إذا بتلقى لكان. المرحلة الرابعة، مرحلة الجلقة. علاقة شلة رفقاتك بنصفك الآخر تطورت لدرجات خطيرة، صارت صحبتهم سوا أقوى من صحبتك معهم. رح يصيروا ياخدوا صفة بالخناقات وبالقرارات وبالمشاوير، وفجأة رح تلاقي حالك وحيد وعلى الهامش، ورح تندم على الساعة اللي جبت فيها لتعرفها عليهم. المرحلة الخامسة والأخيرة، مرحلة الاحتلال. هاي أقصى مرحلة، إيه ما في داعي كتير تتفاجأ وتنفجح، صار لهم زمان ساحبين البساط من تحت رجلي. إيه بس ما لقيتي غير رفيقي أحمد. غدارة يا دنيا، غدارة غدارة. ور ور ورني ور ور. زيارة الأصدقاء يا إخوان. هلو يا شباب. سعيدة. حديش للقناع، حديش للقناع. نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. ايه بالشباب؟ طول بالك ما ننسى شيء. شراف الاحباب.
ما في إلا همسة. رولينج. مشهد مانار 90 تيك 1. وين الزي الأسود؟ لا. مين؟ وطن. قابلة الدسم منه قابلة الدسم. نص إلا خمسة. لا. أخذها. لا حبيت. واحد الخيام 200 فاصلة واحد تيك 1. Thank you.